قد يقول لي انتوا ليش ما تقتلون السيد بالعبد؟ اذا واحد يعني العبد ما عنده روح، عنده روح، مو انسان، عنده انسان، انسانية. ليش السيد اذا قتل عبده ما تقتلون السيد بالعبد؟ ليه؟ لا شوي تنبه لي زين للإشكال، ترى الإشكال أكو جماعة من المستشرقين أثاروه. الغرض الجواب شو التفت لي، ترى أولا أكو عندنا بالتشريع الإسلامي أكو عندنا مدرسة تذهب إلى قتل السيد بالعبد الأحناف، هذا رأيهم، رأي أبي حنيفة وجماعة فقهاء الأحناف، هذا رأيهم، رأيهم أن النفس بالنفس هذه عبارة ناسخة للآية التي تقول الحر بالحر والعبد بالعبد، نبه لي زين، يعتبروها ناسخة، فالاتجاه موجود. وهذا يفتح لنا، يفتح لنا باب أن التعبد بمذهب من المذاهب الإسلامية في مسألة من المسائل اللي هي مورد للاجتهاد، كان أكو عندنا مورد مسائل بيه مورد للاجتهاد ومسائل مو مورد للاجتهاد. أنا شرحت لك أمس، قلت لك الاجتهاد في مقابل النص ما مقبول أبدا، ما مقبول. الله عز وجل عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما إلك أنت أن تجي تجتهد تقول لا والله أساوي المرأة بالرجل، هذا رأي مو مقبول. لكن أكو عندنا دلالة ظنية، الآية من الآيات اللي دلالتها ظنية مورد من موارد الاجتهاد، هذه في مثل هالمقام رأي لمذهب ورأي لمذهب آخر يعتبر رافد من روافد الإسلام، فهذا الرافد موجود، موجود. هذا أول رأي، هذا رأي. شيء الثاني، إحنا عندنا ترى الفارق أدبي، شلون أدبي؟ يعني إذا دفع فرق الدية بين العبد والسيد، فارق أدبي، إذا دفع فرق الدية يقتل به، وهذا رأي يذهب إلى كثير من الفقهاء، قد يخالف بعض فقهاء المذاهب الأخرى، لكن لا، إذا دفع فرق الدية خلاص يقتل. فإذا المساواة ملحوظة، يعني المشرع الإسلامي عندما قال وجزاء سيئة بمثلها، المماثلة المقصود بها تحقيق للعدالة. لا تنسوا الإعجاب بصفحة والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.